السابع من شباط من كل عام أصبح يوما مميزا مختوما بهذا الختم الجميل الإنساني الذي هو يوم عالمي للأخوة الإنسانية. بلا شك هذه محطة جديرة بالاهتمام والعناية والتوقف عندها، لأن القطار البشري كان سائرا، وكل محطة إيجابية هي محطة ترفد الحضارة الإنسانية وكتاب الحضارة الإنسانية بمفاهيم جديدة تعزز الكرامة الإنسانية. في كثير من الأحيان هنالك كان مطبات، وكان هنالك تطرف، وكان عنف، وكان نظرة إلى الآخر نظرة إلغائية بأنه عدو. الآن من وثيقة الأخوة الإنسانية ومن أسبوع الوئام بين الأديان ومن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يحتفل به هذا العام لأول مرة، نحن أمام محطة تاريخية جميلة إيجابية وتؤسس لبناء حضاري أكثر فعلا ألفة وأكثر مودة وأكثر تعاون. شاهدنا هذا العام الوباء الذي استفشى في كل أنحاء العالم، لم تسلم منه أمة ولا أبناء دين ولا أبناء طائفة. زمن الوباء أيضا دعا الناس إلى التضامن، لأن هنالك تحديات مشتركة تواجه الأسرة البشرية الواحدة، والآن اللقاح أيضا يقدم لكل أنحاء العالم. زمن الوباء يدعونا أكثر إلى التضامن ويدعونا إلى الأخوة الإنسانية، لذلك يأتي يوم الأخوة الإنسانية في هذا العام لكي يؤكد على أن الأسرة البشرية واحدة تعاني نفس المعاناة وتتألم بنفس الألام وتهدف أيضا إلى أهداف نبيلة واحدة. يوم الأخوة الإنسانية هو يوم تضامن الأسرة البشرية من أجل بناء على ما بني في الماضي، نبني الآن طابق جديد من الحضارة الإنسانية. الدين في خدمة السلام، الدين في خدمة الوئام، ولن يعود أبدا أن ينظر إليه لا سمح الله بعين الانشقاق أو عين التفرقة أو عين الإلغاء أو عين الإرهاب. هذه أجمل تصدي لموجات الإرهاب في العالم، أن نتضامن حول في يوم عالمي يؤسس شراكة حضارية بين مختلف الأديان، بين مختلف الإثنيات، بين مختلف القوميات، لبناء حضاري إنساني واحد. هنيئا لنا فعلا بهذه المبادرات الخلاقة من الأردن، من الإمارات، من مصر، من البحرين، من السعودية، كلنا مدعوون إلى هذا التضامن والشراكة الحضارية. أيضا في دول أخرى تساند هذه المبادرات مثل باب الفاتيكان والكرسي الرسولي، وكل الجهود الطيبة في العالم تهدف إلى بناء إنساني فكري وليس فقط نظري، يؤسس لمبادرات واقعية تؤكد على أصالة الإنسان وكرامته وحقوقه وواجباته تجاه إخوته البشر بأجمعهم.